إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل فرق التواصل المجتمعي حملاتها التوعوية الميدانية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال عيد الفطر المبارك بكافة محافظات الجمهورية. الناس بتبقى مبسوطه جدا ان في حملات توعيه والارشادات اللي احنا بنقول لهم طبعا عن كورونا، التباعد الاجتماعي وازاي يغسلوا ايديهم كويس قوي، ازاي لما تكون في تجمعات بيبعدوا عن التجمعات.